يعني نتابع اولا المفاجآت تتوالى في نسخة الدوحة 22 كأس العالم، ففي ما يتعلق بالارقام القياسية وما يسجل منها لاول مرة، دخول الايراني مهدي طارمي كاول اسيوي يسجل هدفين مباراة واحدة، حرم المنتخب السعودي الاسيوي وايضا نظير الارجنتيني حامل اللقب مرتين من الوصول للرقم القياسي لايطاليا بخوض 37 مباراة دون هزيمة، سجل بدوره نقطة تحول بارزة في الموروث الكروي السعودي. الاسبان ايضا كسروا رقما قياسيا خاصا بهم، حققوا اعلى فوز للمتادور في البطولات السابقة، يعني فازوا بال 98-6-1 يعني اتذكر يمكن على بلغاريا. الاسبان رقم اخر تجرأ هذه المرة على الاسطورة البرازيلي دوناسيمينتو أرانتيس بيلي، يعني اللاعب الاسباني شاب بابلو جافي سحب لقب اصغر لاعب يسجل في المونديال من بيلي، هذا الرقم يعني من ال 58 64 سنة، عمره 64 سنة اللقب، اي اللقب اي عمره 64 تحطم. سنة تحطم انت تموت على الاسبان. يعني هاي لغة الارقام تورد لك فد شيء، شو دا اشوف هذا المونديال يعني بسرعة مبكر، بس تحس بي انا اقول مونديال جميل، نعم يعني بمباريات جميلة باهداف، يعني يمكن اللي قبله كانت كثير من مباراة تنتهي 1-0 بالتعادل، اليوم احنا شفنا 5 أهداف، مباراة 7 للفريق الفريق الاسباني. المهم مرات انت تشاهد الاهداف ونوعية الاهداف اللي تسجل، نعم تريحك انت كمشاهد، المشاهد يتمنى يشاهد كل شيء جميل في هذه البطولة، نعم ومن مدارس مختلفة. يعني احنا اليوم دش نشاهد نشاهد مثلا فرق افريقيا تلعب مع اوروبا، نعم او امريكا الجنوبية، امريكا الجنوبية مع اوروبا، وهي هذه متعة كرة القدم. بين هذا وذاك انا اقول الان الكرة الاسيوية قاعدة تبدأ.